الافتتاح الرسمي داي تو داي من اكبر المراكز التجاريه في محافظه البريمي وفي السلطنه. داي تو داي من اكبر المراكز في محافظه البريمي، وكذلك في جوائز قيمه سياره واجهزه الكترونيه لمن يشتري من هذا المركز. داي تو داي اول فرع في سلطنه عمان، دورين كبار ما شاء الله، قسم السجاد التركي والايراني موجود في داي تو داي، وقسم المفارش والمفروشات، الاحتياجات الاستهلاكيه، المخدات، السجاد، قسم الستاير قسم كبير، اشكال وانواع للسجاد، شوفوا ما شاء الله السجاد، قسم الاواني قسم كبير ما شاء الله، مفخم قسم الاواني في داي تو داي، دلع بيتك شوفوا ما شاء الله الاشكال، يا سلام على الدلة الملكية، الوان واشكال للدلال، امهاتنا شوفوا الاواني، شوفوا قسم الاواني معاهم، اهلا بالشتاء اهلا بالقهوة والشاي، شوفوا البواريق معاهم، امهاتنا شوفوا ما شاء الله الاواني، شوفوا الاقدر، الاصحن البارسل، البلاستيك، كل هذا بتلاقوه في داي تو داي، كل ما يحتاجه المنازل بتلاقوه معاهم، جميع انواع ادوات التنظيف معاه، واحتياجات الكواي، شوفوا ادوات التنظيف، واحتياجات الرحلات، اشكال وانواع من ادوات التنظيف، وحاجات الطبخ والشوي، شوفوا ما شاء الله، وللمشاكيك، قسم المنظفات والصابون من هنا والى النهايه، قسم كبير ما شاء الله، كوم في 6 كيلو بريالين و100 فقط، هنا يوم بقول لك حرق الاسعار معاهم. قسم الورود والنباتات الاصطناعية تزين بيتك، قسم كبير ما شاء الله من هنا وإلى النهاية، الكل يدور على هالشغلات، شوفوا ما شاء الله الورد معاهم، زين بيتك وحديقتك، شوفوا ما شاء الله، شوفوا هذا القسم، أغلب أمهاتنا يدور على هالشغلات، زينة حق الخبز هذه، قسم الحلويات والمواد الغذائية قسم كبير ما شاء الله، قسم العصائر والألبان واللحوم والدجاج، ثلاجات كثيرة ما شاء الله، وقسم الفواكه وقسم الخضروات قسم كبير ما شاء الله، وجميع أنواع الزيوت والعيش، وأيضا قسم العطور للبنات شنط الميك اب شوفوا ما شاء الله، ودشنوا جميع أنواع المياه معاهم، أيضا قسم الإلكترونيات. ننتقل من الدور الأول وعلى الدور الثاني، أكبر قسم للألعاب معاهم، الدباديب والألعاب بتلاقوها معاهم، الملابس تبدأ أسعارهم ب 495 بيسة، شوفوا الأسعار، شوفوا ما شاء الله، وفر على نفسك، شوفوا ما شاء الله تيشيرتات الشباب، اهلا بالشتاء، تدلعوا في داي تو داي، شوفوا ما شاء الله قسم كبير، وما ننسى ملابس الاطفال، نقوا واختاروا، شوفوا الالوان ما شاء الله قسم كبير، والملابس الشتويه، شوفوا ما شاء الله، اهلا بالشتاء، دلعوا ابنائكم، شوفوا ما شاء الله في داي تو داي، نقوا واختاروا، عالم للملابس، كم بصور لكم للشتاء، ملابس الشتاء، ملابس الصيف، شوفوا شباب التيشيرتات، شوفوا الالوان، حتى الكنادير الجاهزه موجوده معاهم. أحذية الأطفال شوفوا الألوان والأشكال معهم، شوفوا ما شاء الله الأحذية على القسم النسائي قسم كبير لكل الأعمار معاهم للأحذية والملابس، وما ننسى الشنط النسائية، نقن واختارن يا بنات، شوفوا ما شاء الله الشنط النسائية من هنا وإلى النهاية، عالم الأحذية شوفوا ما شاء الله، شوفوا الشوزات حق البنات دلعوهن، الأسعار بريال و50، أشياء جميلة، ملابس البنات الشتوية شوفوا الألوان والأشكال معاهم، دلعوا بناتكم لكل الأعمار معاهم، ما شاء الله ما شاء الله، شوفوا ما شاء الله، دلعوا بناتكم، شوفوا الجاكيتات البرد ياينهم، شوفوا ما شاء الله الألوان، وما ننسى الجنزات، شوفوا ما شاء الله، كل الجاكيتات الشتوية الراقية بتحصلوها في داي تو داي، وما ننسى الفساتين للمناسبات على ريالين ومية، شوفوا كشخته، الفساتين للمناسبات قسم كبير، ما شاء الله ما شاء الله، قسم الملابس النسائية من هنا وإلى النهاية. وعالم العبايات شوفوا ما شاء الله بنات، وعالم للشيل شوفوا بنات العبايات جاهزات، ملابس النوم للبنات شوفوا ما شاء الله الوان واشكال، داي تو داي مدل عنكم يا بنات، شوفوا الالوان والاشكال، وكل الملابس الرياضيه والكشخه بتحصلوها في داي تو داي، شوفوا البناطلين شوفوا ما شاء الله قسم كبير، والاسعار بريال و50 تبدا، شوفوا ما شاء الله الملابس، كم بصور في داي تو داي، شوفوا ما شاء الله بنات قسم كبير، قسم الجنزات كل الاعمار وكل المقاسات، شوفوا بنات ما شاء الله، شوفوا اللبس اللي جايبين لكم اياه، ايضا هالملابس النسائيه، شوفوا بنات ما شاء الله، والملابس الشتويه للبنات، شوفوا ما شاء الله الالوان والاشكال، جلابيات النساء عالم كبير ما شاء الله، وقسم الشنط شوفوا ما شاء الله، نقوا واختاروا للرحلات للمدارس، وما ننسى تحف الرياضه، الكاس اهم شيء موجود معاهم، كل ما يخص الالعاب الرياضه والكوره بتلاقوه معاهم. ايضا قسم التحف يا جماعه في داي تو داي كل شيء وفروا لكم، شوفوا ما شاء الله في داي تو داي، دلعوا بيوتكم، قسم التحف وللشمع شوفوا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله.
موقع داي تو داي في محافظة البريم، جامعة البريمي، مقابلة بالتمام. اطلب اللوكيشن عن طريقة الرقم اللي في الفيديو، ونشروا الإعلان يا أهالي محافظة البريمي، واللي قريبين على محافظة البريمي زوروهم.